خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لموضوع مهم جدا، يمكن اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عنه، هو أهمية الشباب ودور الشباب في تنمية أي مجتمع، وهم ركيزة التنمية، وهم أيضا خارطة، هم يرسموا خارطة المستقبل. من أهم التجارب اللي حصلت في السنين اللي فاتت وفتحت للشباب الحقيقة أبواب كتيرة وأفكار مختلفة، هو منتدى شباب العالم اللي قدر من خلاله الشباب إن هم يتعرفوا على ثقافات تانية وتجارب تانية، قدروا كمان إن هم يطرحوا أفكار ومبادرات على المستوى المحلي والدولي. ده كان سبب في إنه لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تعتمد منتدى شباب مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب. أحلم بالدنيا اللي ما فيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. لم يكن أحد يتخيل أن يتحقق الحلم ويجتمع شباب مصر والعالم ليجلسوا جنباً إلى جنب يتحاورون ويناقشون ويقدمون توصياتهم لنخبة من قادة وزعماء العالم، ولتتحول أحلامهم لحقيقة على أرض مصر من خلال منصة فعالة أسسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار إلى العالم أجمع بمنتدى شباب العالم. تلك الفرصة الذهبية التي قبل خلالها شباب مصر التحدي وكانوا بقدره. الحلم بيلمع بعيونهم، مفارقة لونهم ولدينهم، مسابلين كل اختلافات ومعيشين مع بعض. محفل دولي ثري وشاب يجمع شباباً طموحاً لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد، من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. تحد قبله الشباب في نسخ المنتدى المختلفة، ونجحوا في تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف دولاً فقيرة ونامية، وأيضاً تبني العديد من المبادرات التي تكون محور اهتمام شباب العالم بخلاف تحقيق أقصى مستوى من الخبرة أثناء مشاركتهم. لذلك اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة منتدى شباب مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.